بكم مشاهدينا في أول رسالة لنا لبطولة إكسون موبيل المفتوحة للتنس في نسختها 27. سنتابع معا أجواء وكواليس هذه البطولة من اليوم إلى غاية 5 يناير 2019، فابقوا معنا. What is this? This is the Chilean flag. We came to see our player, Mr. Nico. Nico. Yeah, Nico's a Chilean guy playing here. You think he's gonna make it this year? He's gonna win for sure. He's gonna win. You're gonna see him in the final? Probably. Probably. Yeah, okay. We hope so. Chichi, Chile, Le, Le, Chichi, Chile, Le, Le, Viva Chile! حابين التنس؟ آه قوي. حابين لاعبات ولا لاعبين؟ رجال أو نساء أكثر؟ النساء. من هي لاعبتك المفضلة؟ وزناكي. وزناكي. جيت مع صحابي كي نعمل شوية نرفع على روحنا شوية خاطر كمال الامتحانات جينا التنس. حاب التنس؟ أي. مش جاية لوحدك بشوفك مع الأولاد؟ لا إحنا مع الأولاد بالضبط. نبسطهم يعني احنا كنا هنا قبل كده من سنتين تقريبا او من كم سنه، فكان الجو الصراحه جميل يعني الاولاد جايين يستمتعوا بالاجواء هنا. جايين نستمتع بالاجواء بالضبط. اكيد هم اكثر من يستمتع هنا. اكيد اكيد اكيد. اوكي، يوم اول يوم شو تقولي للناس اللي ما تجي تحضر هالبطوله وتستمتع بالاجواء مثلكم؟ لا اكيد لازم يجوا طبعا، لان بيكون جو عائلي جميل صراحه، غير انه في ناس بتحضر. يعني انا جوزي جاي يحضر الصراحه، بس الاولاد جايين ينبسطوا يعني. أول يوم للبطولة شو جاي تعمل؟ أول يوم أجي البطولة. أول مرة تجي البطولة؟ أول مرة. لا جيت السنة اللي فاتت. جايين نحضر النهاردة الماتش. إن شاء الله تبقى بطولة كويسة زي كل سنة ويبقى افتتاح كويس إن شاء الله. كيف تتوقع راح تكون الأجواء في هالبطولة؟ عالمية من بين أصلا من أول ما دخلنا، التنظيم والأجواء فظيعة، الناس شكلها كله جاي انبسط. بصراحة كل سنة بحضرها بقالي 3-4 سنين، كل سنة بتبقى أحلى من اللي قبلها. في نجوم تشجعها وتحب تشوفهم مثلا لاعبين؟ هو البوب ده. ما خلاني اخلص كلامي. من؟ جوكوفيتش. جوكوفيتش ان شاء الله. بيهمك انه يكون في الفاينل؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بتنظيم غير معتاد، ما بتشوفش الحاجات دي تقريبا كتير. بنستنى البطوله من السنه للسنه، سواء سكواش سواء تنس. المكان راقي، بيبقى فيه مكان للاولاد، بيبقى فيه مكان للعائلات، فالحاجات دي كلها بتبقى حلوه بصراحه. يعني بحب الاجواء دي. Where are you going with this? What is this? Food. For food? For who? From one kitchen, this one. This food. We can eat? Yeah. There? There? Yeah, yeah, yeah. Okay, we're gonna come. Yeah, yeah, you come okay, there. See you. Yeah. You look happy today. What's happened here? Yes, it's the, you know, Qatar Exxon Mobil Open ATP. And we are here to see all the great players. Novak is here, of course. Player, of course. So we're excited to see him. We have a huge ball right there to get it. Hopefully, we'll get an autograph in there. And so kids are excited. Is it your first time here? Yes, it is. I actually live in US, so I'm visiting my family. And yeah, it's awesome. I am excited. And you know, it's the last day of the year. So it's great to end it with this, with watching this wonderful tournament right here. So let me say Happy New Year. Yeah, Happy New Year in advance to everybody. احنا اجينا السنة اللي فاتت وعجبتنا الأجواء، فالسنة دي اقترحنا عليهم يجيوا بحضنا في الوقت هذا باش يحضروا. ما كنتش نتصور هكا قطر. اوكي، شو تتمنى القطر؟ نتمنى كل خير، كل خير نتمنى. احنا خلصنا السنه صح، يعني اليوم اخر يوم وداخلين على سنه جديده. مباركة وسعيدة على قطر، ان شاء الله شعبها بخير، وان شاء الله تكون سنه مباركه على الامه الاسلاميه وعلى تونس وعلى قطر وعلى جميع العالم كله. مشاهدينا مثل ما انتم شايفين ورانا يعني جماهير متواجدة، جماهير عربية أجنبية، بعد في قطريين جايين يتابعون هالبطولة، وبنشوف انه في يعني جماهير، يعني في إقبال. تعالوا. الو. How are
are you? Fine, thank you. You are here for the tickets? Yes, I'm here for the tickets for the qualifying. You bought it already on internet? No, I'm just came in to... You came for a special match or just you came to enjoy? I want to see Robin Haas from the Netherlands. I'm also from the Netherlands, so yes. You want to support him? Yes, I am. Good luck. Okay, thank you. I'm coming to see the tennis. Is it easy to get a ticket? I haven't stood here yet and checked it out, but I hope so. You are not alone, I can see. How are you? I'm fine, thanks. How are you? Such a nice day to come here. Perfect. It's beautiful, yeah. Yeah. We have most of our tickets for the semi-finals. We bought at the shopping malls, which was very easy. فنانة مغربية في الدوحة. شو جاية تعملي هنا وخصيصا في التنس؟ أنا جيت زيارة سياحة أول مرة على قطر على الدوحة، وصراحة عجبتني البلد وعجبني ناسها، وأنا الآن مقيمة في كندا، فجيتكم من كندا على الدوحة وجيت نحضر مقابلة التنس. تحبين التنس ولا بس صدفة أنه في تنس قلتي أروح أشوف التنس؟ يعجبني التنس ولكن صراحة جت صدفة، فرب صدفة خير من ألف ميعاد. إحنا في نهاية السنة، ممكن تغني لي أغنية؟ خلاص إحنا نيو يير، أي شيء بصوتك. أولا كان بغي نقول للجميع المشاهدين سنة سعيدة، سنة 2019 الله يدخل عليكم بالخير وبالصحة وبراحة البال وبالأمان إن شاء الله علينا وعلى الوطن العربي جميعا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب واخد الهوى، بعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكن سوا. شكرا، كل عام وانت بخير. بوناني، هابي نيو يير. ميرسي. الأجواء جميلة، الجو لطيف جدا دلوقتي في قطر، فكلنا بنستمتع دلوقتي بالجو ده، أنا والأطفال، وطبعا جايين نتفرج طبعا لأن زوجتي كمان بتحب اللعب، فأنا جاي أشجعها إن هي تتفرج وتستمتع النهاردة، والأولاد كمان برضو يتعلموا، شوفوا لعيبة زي دول مشهورين أكيد هيدي لهم تشالنج كويس في يوم من الأيام زيهم كده إن شاء الله. السنة دي جوكوفيتش المصنف رقم واحد على البطولة، وأعتقد هو ده، يعني أتوقع هو ده اللي هيفوز بالبطولة. في كمان فافرينكا برضو، يعني من الناس اللي بتلعب كويس قوي، وخد فاز قبل كده بكذا حاجة، فيعني جايبين أبطال كبار بصراحة السنة دي. You come just for the atmosphere or also to watch some matches, some players? For both, actually. We're waiting for the jugglers and we watch the players. We play the games. We're entering the competitions. We love it here. Yeah, it's great, isn't it? It's a nice year. Yeah. It's your first year. Happy New Year, by the way. Yay. What's your name? Charlie. My name's Charlie. How are you, Charlie? كل عام وانتم بخير. وانتم خير. شكرا. عفوا. البطولة كالمعتاد، يعني احنا نفس كل سنة نكون جاهزين لها من قبلها بفترة. الأجواء جدا جميل الحمد لله رب العالمين. بعض الأمطار في الفترة الصباحية، ندعي الله أن تكون يعني أمطار خير. عدا ذلك مباراة كلها يعني ماشية من أحسن ما يكون. أول يوم مباريات قوية، فيرداسكو يلعب ثلاث مباريات، بكرة بيكون الجدول مزحوم، نوفاك بيلعب بكرة أول ظهور لنوفاك، اليوم يلعب ولكن في الدبلز درو في الجدول مع أخوه يلعب كفريق. أول يوم أوريدي شفنا جماهير، رغم أنه آخر يوم للسنة وتوقعنا أنه الناس ممكن ما راح تجي. صحيح، إحنا متفاجئين. ولكن لا، يوم جميل، يوم حلو، يعني من بدايته كان الجو جدا حلو. فتحنا البوابة الساعة 2:30 ظهرا، أول مباراة الساعة 3:30 قبل البطولة، قبل المباراة الأولى بساعة، ولكن كان في كيو، كان في طابور للدخول،
فكان شيء جدا مميز صراحة لأول يوم في البطولة، فإحنا جدا سعيدين بهذا الوقت. كيف شفتوا الأجواء؟ أكيد الأولاد استانسوا. إيه استانسوا، شاركوا في مسابقات إكسون موبيل وأخذوا جوائز، وبعد هم القرية التراثية وايد حلوة يعني. أوكي، شو تقول الناس اللي ما تجي تتابع هالبطولة وهاي النجوم المتواجدين في الدوحة يعني؟ والله هذه فرصة طيبة، يعني نجوم الناس تسافر لهم أنحاء العالم وموجودين الحين في الدوحة، دوحة قطر، وإن شاء الله يعني إذا يوم يستانسون وينبسطون، و يعني أجواء فعلا جميلة جدا للعائلة ولكل أفراد الأسرة. آخر يوم لسنة 2018، شو تقول المشاهدين بمناسبة حلول سنة جديدة 2019؟ والله نهني المشاهدين قناة الكاس الرياضية، ونهني كل أهل قطر، وإن شاء الله عام جديد وعام سعيد على كل الناس إن شاء الله. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية رسالتنا الخاصة باليوم الأول لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس. ألقاكم غدا في نفس التوقيت على نفس القناة. سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.